بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان كنتواجدوا في مسرح محمد السادس لاحياء الذكرى 12 من فن المديح والسماع اللي كل سنه كتعرفوا الجهه الشرقيه، وهذه السنه متميزه جدا لان الحضور ديال الجماهير كان بكثره، كان كثيف. لهذا اللي كيفرحنا ان مازال الحمد لله كيحبوا انه يسمعوا لهذا الفن، هذا تراثي الاصيل اللي كنتمنوا انه ما ينتظرش. والحمد لله كانت الفرق على احسن مستوى الاداء والجوده، وحسن يعني التلقائيه ديالهم والكلمات ما شاء الله. وهذا الشهر المبارك كنقول جميع المغاربه كل سنه وانتم بالف خير، ونتمنى ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه والمغفره ان شاء الله يا ربي. شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. مشكورين مبدئيا جريدة بلازواق تي في على الحضور ديالها من اجل توثيق هذه الليالي المباركة التي هي تعتبر سنة حميدة دأبت عليها جماعة وجدة على ان تنظمها في كل سنة. هذه السنة هي الدورة 12 لليالي السماع، دورة متميزة اخرى بعد برنامج طويل في سنوات اخرى. هذه السنة الكريمة من جماعة وجدة والمديرية الجهوية للثقافة بجهة الشرق التي دأبت على أن تنظم هذه الليالي احتفاء بشهر رمضان الأبرك، وكذلك فرحا مع أهل وجدة الأبرار بهذا الشهر الكريم. جمهور استمتع هذه الليلة الأولى من ليالي السماع والمديح في الدورة ديالو 12. كنا مع جمعية المجموعة الفضلية للسماع والمديح الصوفي برئاسة السيد الهاشمي عبد الحفيظ، والآن نستمتع في هذا الوقت ونحن نصور مع جمعية الريال لسماع لفني السماع والمديح برئاسة السيد مروان بن طلة. غدا في الليلة الثانية برنامج آخر سنستمتع مع مجموعة شباب محمد صلى الله عليه وسلم برئاسة سيدي أحمد القندوز، وكذلك مع جمعية أحباب للسماع والمديح برئاسة سيد عبد العزيز. برنامج متنوع وسنة ستبقى وستظل في مدينة المساجد إن شاء الله، مدينة وجدة الألفية. مشكورة جماعة وجدة على هذا التنظيم، مشكورة المديرية الجهوية للثقافة، مشكورة إدارة مسرح محمد السادس، والمشكور أكثر هو جمهور مدينة وجدة الذي أبان على حبه للسماع والمديح وعلى تمسكه بهذا الفن الراقي المهذب للذوق الأخلاقي. شكرا جريدة الأزواق، شكرا للإعلام الحاضرين معنا بقوة، فهو من سيقدم هذه الصورة بطريقة مميزة وطنيا عن هذه الجهة التي ستظل وستبقى وكانت مناضلة وستبقى من أجل الحفاظ على تراثها اللامادي وعلى الفنون باختلافها. شكرا جزيلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. معكم أخوكم نور الدين الحارتي، رئيس الجمعية الفاضلية لفن المديح والسماع، وعبد ربه من المؤسسين لمهرجان المديح والسماع بمدينة وجدة منذ سنة 2003. والآن الحمد لله كاين شركاء اللي دخلوا وراهم ينظموا الليالي ديال المديح والسماع، يعني استمرارية كاينة. أقصد يعني هنا جامعة وجدة و المديريه الجهويه للثقافه اللي دائما حاضرين في هذه المهرجانات وكيدعموا كما نقولوا احنا بقدر الامكانيات المتوفره. ولكن في جميع الاحوال ملي كتشوف هذا الجمهور حاضر بهذا الشكل، هذا جمهور غافير ومتفاعل ومتعطش لهذا المديح والسماع، وكاين فرق اللي هي شابه وكتجتهد وكتبدع، يعني كل مره كتبان بواحد الشكل جديد، شكل اكثر اتقان واكثر عطاء. يعني الانسان الحمد لله كيفرح، يعني الامور كتطور. المهرجانات اللي كانت مثلا في 2003 و2000 الفيدات دابا تطورت الامور ولا دابا الى افضل، خاصه مع تنظيمي في هذا الصرح الجميل اللي هو من معالي مدينه وجده اللي هو مسرح محمد السادس، اضافه الى الفرق الجميله اللي دابا راه كتطور راسها وكتجتهد وكتخدم
والحمد لله الجمهور كل شراء عجبوا الحال وفرحان، وكنت منه أنه يزيد الأمور تطور إن شاء الله إلى أفضل، لا من حيث النوع ولا من حيث الكم ولا من حيث الدعم الموجه للفرق، باش شوية الدعم يكون شوية موسع باش يكون اجتهاد أكثر إن شاء الله ويكون عطاء أكثر. شكرا، السلام عليكم. شكرا ملازمة تي في، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المسيرة الإعلامية ديالكم.